مساء الخير أعزائي مشاهدي ومتابعي موقع تلجراف مصر في كل مكان، متواجدين مع حضراتكم من أمام مستشفى الهدوء التخصصي في مدينة نصر مع أسرة الشاب علاء حامد الذي تم إصابته بإصابات متفرقة في الجسم من قبل بلطجي في منطقة البحيرة. ومعنا دلوقتي أسرة الشاب الضحية ويرونا تفصيل الواقع. تفضل. ماشي حضرتك علاء، ماشي راح يجيب علبة لبن لابنه اللي عنده طفل صغير، فراح يجيب لي علبه لبن، عربيه معديه فزنقت على التوك توك اللي هو راكب فيه. فحضرتك علاء نزل بالراحه ليه كده؟ كان السواق بيتكلم في التليفون اللي خبطه، فراح جاي باصص له، كان وراه خبطه وراح بيقول له ليه في كده، راح جاي السواق بص له وسابه وطلع قدام، فرق عليه وطلع قدام، فتح باب العربيه سحب سنجه او سيف ونزل فيه ضربه تعوره في كتفه وبيضربه في رقبته هنا بعد رقبته فطير ايديه. في نفس اللحظه ولا هو مشي وبعد كده رجع له تاني؟ مشي بالعربيه، فرق عليه وراح جاي ماشي قدام وسحب السنجه وجاله او السيف ده وجاله. وابوه نفس الحكايه، جاب سكينه او سيف برضه وراح جاي ضربه ضربه جامده في ظهره. فما يرضيش ربنا وما ينفعش. طب هو ايه واحنا في الاول، يعني انا سمعت ان كان في الاول كان في مشاجره او خلاف نشا ما بينه، بعد كده هو سابه ورجع له تاني، يعني هو بعد الخلاف الاول، بعد الخبطه بيقول له خلاص ومش عارف ايه وسابه وفضوا المشكله. ما كانتش خناقه ولا حاجه، كلام عادي كده. وراح جاي ماشي قدام، فرق عليه بالعربيه وطلع قدام. بعد ما طلع قدام بالعربيه فتح باب العربيه وسحب بسيف او سنجل. رجع له تاني ورجع له تاني يضربه. فالتاني